معنا هاتفيا من لندن كاتب السياسي مازن تميمي، مرحبا بك. ماذا يعني أو كيف تفسر طلب القضاء من البرلمان رفع الحصانة عن 60 نائبا بتهم فساد بحسب تصريح اللجنة القانونية النيابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة وللمشاهدين. الحقيقة يعني شر البلية ما يضحك، وكأنه الفساد ينحصر بعدد 60 شخصية فقط بالبرلمان العراقي. اولا انا لست مستغربا، يعني هو لانه الفساد هو مستشري من راس السلطه الى اصغر عنوان بالدوله، وبدليل انه كل البرلمانيين وكل الحكومه وكل الميليشيات وكل رؤساء الاحزاب والميليشيات كلهم متورطين بالسرقه وبالنهب، وهذه ليس يعني يحتاج لها مجلس قضاء ان يشخصها ويرفع حصانه. يعني الم يقل قبل اشهر احد النواب بانه الحكومه والبرلمان حراميه وكل جميعنا حراميه، وهذا كان اعلان صريح. طيب يعني الم يعلن هو العبادي قبل لا يغادر السلطه انه هناك الاف عشرات الالاف من الفضائيين وتستلم رواتبهم من قبل الدوله ومن قبل مسؤولين؟ ماذا جرى؟ اين هم من صلاح السوداني عندما نهب الدوله والدخل؟ فهذا الكلام يراد الآن يعطون رسالة أنه أكو جدية من قبل الحكومة أو رئيس الحكومة الحالي لمحاسبة الفاسدين، وسيقدمون إلى القضاء وإلى لجنة النزاهة. هي غير نزيهة، لجنة النزاهة متهمة بالسرقات. طيب أليس رئيس الحكومة الحالي متهمة حمايته قبل 10 سنين بسرقة مصرف الزوية؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أخي الفاضل، كلهم هؤلاء مجرمون. نعم، كما تفضلت سيد مازن، يعني كل حكومة تأتي تعد بمحاربة الفساد، لماذا كل هذه الملفات من الفساد التي باتت لا تستطيع الأجهزة الرقابية ملاحقتها؟ الأجهزة تستطيع ملاحقتها لو هناك رغبة جادة وصدق في النوايا وحكم وطني. نعم موجودين سيد الفاضل، نحن الذين خارج العملية السياسية واللي رافضين العملية السياسية، وهناك كثير من المراقبين لدينا جداول بالأسماء بأرصدة هؤلاء الذين سرقوا ونهبوا وحجم الصفقات. فكيف للحكومة ولمجلس القضاء وللجنة النزاهة والبرلمان لا يستطيعون أن يلاحقوا أو أن يحصروا؟ لا يستطيعون، لأن جميعهم شركاء بالنهب، جميعهم حرام. يعني كيف؟ هل من المعقول شخص هو سارق يحاسب الآخرين على السرقة؟ يعني لا يمكن، لا يستقيم هذا المنطق. أين هي سرقة العمولة التي صارت في روسيا بزمن المالكي ونشرت وعلنت؟ ماذا جرى لها؟ وأيضا هناك مرجعيات دينية وعمائم توفر الغطاء والرسمي لهذه العصابات والمافيات لكي تسرق وتنهب، وموزعة هذه الغنيمة على كل هذه الأحزاب والتيارات. والدور البرلماني غائب، يعني في ظل الحديث عن الفساد بين شركاء العملية السياسية. لا، البرلمان نائب ممتهن للكهف، البرلمان مجرد ظاهرة صوتية. أعطيني يعني فقط، أنا يمكن أحترم شخص. قوانين البرلمان أصلا تؤصل لهذا الفساد، أليس كذلك؟ لا، البرلمان هو المظلة، هو الحامي، بدليل أنه أحد أعضاء البرلمان قبل أشهر وقف أمام رئيس البرلمان وقال له والله أنا ما يشرفني أبقى بهذا البرلمان. تتوقع عبالي أنا في وسط نظيف او صدق نمثل شعب؟ لكن استقال، لانه يشعر انه هو مع مجموعه من الحراميه والميليشيات وعصابات. فهذه حقيقه المشهد سيد الفاضل. يعني الان اين هم من محافظ البصره اللي افترق وهرب هو من حزب من مجلس الاعلى؟ هل حسب؟ هل حكم ايهم استامر رايه؟ هل حكم صلاح السود حتى لو يخضع للمحاكمه؟ سرعان ما يتبرى، يطلع براءة ويتهم اللي بايق له كلينكس بالشارع. ممكن أن نعم تلقى بالسجون ناس حرامية يأشر عليهم هذا بايق كلينكس، هذا بايق له حقيبة، هذا بايق، نعم هاي موجودة. لكن أما رموز العملية السياسية لا يمكن أن يحاسبون، لأنهم جميعا شركاء، بدليل أنه المواقع الوزارية من الوزير إلى المدير العام معروضة للبيع. هذه أيضا يعني معروفة ومشهودة للقاصي والداني. ايضا في 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 اطار الفساد الذي نتحدث عنه، كيف تنظر سمازن الى قانون سانت ليغو وطريقه التي تجرى فيها الانتخابات التي اثير الجدل بشانها الان؟ هو نفس المجموعه ونفس الحيتان الكبيره المتمثله بالاحزاب الكبيره،
فصل لهم هذا القانون لكي يبقون على سدة الحكم إلى ما لا نهاية، لأنه هذا القانون هو يسمح لهذه الأحزاب الكبيرة أن تبقى مهيمنة ومسيطرة. وبالتالي يا سيد الفاضل، سواء هذا القانون أو غيره، هي عملية تدوير هاي النفايات وهذه الوجوه من الاحتلال ولغاية الآن. تشوف يعني يطلع وزير من حزب الدعوة يجي مكانه وزير آخر لا يختلف عنه. فبالتالي هذا القانون أيضا هو عودة لنفس المحاصصة ولنفس الانتخابات التي سبقتها، وستفوز نفس القوائم ونفس الأحزاب. وهذا هو ديدن العملية السياسية التي فصلت على أساس الطائفي والمحاصصة وعلى أساس الارتماء بالحكم الإيراني. ولذلك أنا أعتقد أنه سوف لن يتغير شيء في المشهد السياسي. ألن يؤدي يعني هل من الممكن أن يؤدي هذا الاستمرار في تطبيق هذا القانون إلى صراع محتمل بين الأحزاب التي هي في الحقيقة الذروع السياسية لميليشيات؟ سيد الفاضل، الصراع قد يحصل على المصالح والغنائم، أيهما تكون حصة الأسد أكثر من الآخر. نعم. على مستوى المال، على مستوى الوزارة. أما صراع حقيقي لا، جميعهم يخضعون إلى ولاية الفقيه وإلى تحت عباءة إيران، وقاسم سليماني والسفير الإيراني هو من يوزع الأدوار. هؤلاء يجب أن نعترف شيء واحد فقط بقوا ثابتين عليه بالعملية السياسية، جميعهم بدون استثناء ومستدمين ومتمسكين به، هو الطائفية والنهب والسرقة والولاء إلى إيران. هذا هو الاستراتيجي الثابت الذين لن يتصارعوا عليه. أما الأمور الأخرى، من يأخذ هذه الوزارة وش قد عدد وزراء العامين وش قد حصة بالبرلمان، هذا يحصل عليها الصراع. لكن بالمحصلة جميعهم تحت عباءة ولاية الفقيه وخدم إلى إيران وعملاء إلى إيران. شكرا جزيلا لك من لندن، الكاتب السياسي مازن التميمي.